أهلا بكم من جديد. أظهرت إحصاءات شرطة دبي أن عدد المستفيدين من مبادرة على دربك بلغ 991 مستفيدا خلال العام الجاري، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق دبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في محطة إنوك بدبي بحضور سعادة اللواء الدكتور عادل السويدي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة جبل علي وعدد من المسؤولين، حيث كشفت أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة بلغت 94.3%. وتأتي مبادرة على دربك بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي لتقديم 5 خدمات تتمثل في خدمات تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، وتسويق لخدمات الشرطة وخدمة تصليح المركبات، إلى جانب خدمة المعثورات والمفقودات. مبادرة تسعى إلى تسهيل رحلة المتعامل وتبسيط الإجراءات للجمهور اللي يتعرضون للحوادث البسيطة أو الحوادث المجهولة، بحيث أن يقدرون يمرون محطات البترول. عندنا التعاون والشراكة مع محطات بترول إينوك والإمارات وأدنوك على مستوى إمارة دبي، وجميع هذه المحطات طبعا فيها موظفين متدربين على إصدار إجراءات تقارير الحوادث البسيطة.